السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وإلى حضراتكم البيان التالي. إنه في يوم 16 من شهر مايو من عام 2002، قامت القوات الأهلوية بهجوم إرهابي كاسح على البيت الأبيض بقيادة الإرهابي الشهير بيبو بن لادن. وقد أسفر هذا الهجوم عن إصابة المرمى الأبيض بستة أهداف من العيار الثقيل من النوع المحرم دوليا، مما أدى إلى انهيار المرمى فوق حارسه المسكين عبد المنصف. وقد نددت جماهير الأهلي بعمليات أكثر هجومية ووحشية على القوات الإسماعيلوية. نبأ عاجل، أشارت آخر الأنباء أنه من آثار الهجوم قد تم نقل ثلاثة من قوات دفاع البيت الأبيض، وهما رضا سيكا وبشير التبعي وعبد الهادي، إلى إحدى عيادات العلاج النفسي من جراء إصابتهم بصدمة عصبية شديدة. تتلخص هذه الحالة في أنهم عند نومهم يرددون عبارة بيبو بيبو ماما ماما. وقد جاءنا أيضا أنه قد تم نقل التوأم الذي يدعى حسام وإبراهيم حسن إلى دار المسنين القريبة من البيت الأبيض، وذلك بعد ظهور أعراض الشيخوخة على كل منهم. نبأ عاجل، أعلن حزب الله الأهلوي عن مسؤوليته عن العملية الانتحارية التي قام بها النادي الأهلي. وقد أسفر هذا الهجوم عن شلل نصف جماهير الزمالك وتحول النصف الثاني إلى القلعة الحمراء والاستسلام إليهم. واعترف منفذ العملية وهم بيبو ورضا شحاتة وإبراهيم سعيد بأنهم أطلقوا ست خوابير من العيار الثقيل على مرمى عبد المنصف وأعوانه. مراسلكم من قطاع أخبار الرياضة ياسر عثمان من أمام سور نادي الزمالك المحاصر.